لك الله تعال شوف التناقض في القرآن. ربنا يقول ثم استوى إلى السماء بعد خلق الأرض. أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين فقضاهن سبع سماوات. يبقى خلق الأرض الأول والسماوات الأول الأرض ظهر الآية فأتنا إيه؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. يبقى هو خلق الأرض أم السماوات ولا بعد السماوات؟ خلقها قبل ولا بعد؟ أيتينهم شوف الخيابة بتاع المسلمين ده لما احنا ما نفهمش عايزين هم يفهموا. خلق السماوات الأول ولا الأرض الأول؟ يا اخواننا نفهم يا اخواننا نفهم هل خلق هي دحر؟ إن الله تناجم في آية خلق وفي آية دحر. هل الدحية هي الكائن الخلق؟ يا اخواننا نفهم ده النص واضح للي ما بيفهمش. إذا خلق الأرض كان قبل السماوات ودحي الأرض بعد السماوات خلقت لكن لم تأخذ الشكل الأخير الشكل البيضاوي ده إلا بعد السماوات. يبقى خلقها قبل السماوات ودحاها بعد السماوات فين التناقض؟ إذا كان البعيد عمر لفهم الفرق بين خلق ولا دعاه يبقى ده ذنبنا وذنب القرآن. وضحت؟ أنا بوضح. يجي في آية تانية يقول لك أوه ربنا مش قد خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ طب ما في السورة دي قال الأرض في يومين وأقواتها في أربعة والسماء في يومين يبقوا تمني. ربنا غلط في الحساب. ينفع؟ ينفع؟ ده غلط في الحساب؟ طب هم تمانية وستة؟ طب ازاي اتنين واربعة واتنين يبقوا ستة؟ الله يفتح عليك. ايوه كده دي بضاعتنا دي. خلق الاقوات وقع مع خلق الارض ففرغ من خلق الارض في يومين واستمر في خلق الاقوات مده اربعه ايام. يبقى خلق الارض باقواتها استغرق اربعه ايام وخلق السماوات يومين يبقى المجموع كام؟ واذا كان